بيقول لك مرة مدرسة إنجليزي خلفت بنت حلوة قوي، فسمتها سو هايلة. بيقول لك مرة واحد صعيدي راح البحرين لبس مايوهين. طب بيقول لك مرة سمكتين مع بعض وواحدة عطست، فقالت للتانية معكيش قنديل. بيقول لك مرة واحدة بنت فوق عينيها في شامة، واحد محشش بص لها كده قال لها هي دي عين ولا غين؟ طيب بيقول لك واحدة اسمها سارة اشترت شقة كانت أوضتين وسارة. طب بمناسبة سارة سعيد، تفتكر ليه كل البنات اللي اسمهم سارة بيحبوا يخرجوا يوم الخميس بس؟ ليه؟ عشان سارة ازاي؟ طب بيقول لك مرة واحدة قصيرة اتست اتقلبت على ظهرها. يقول لك يقول لك مرة واحد غبي قوي محشش، فبيسألوه سؤال اختبار ذكاء، يعني بيقولوا له أحمد زويل تفتكر خد جايزة نوبل في ايه؟ قال لهم في علبة قطيفة حمراء. طب في ارنب بيتعرف على ارنبه، فقال لها هو انت شغاله؟ قلت له لا انا ربة منزل.